بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع الكلمة كما سمعتم هو في بيان اجتماع كلمة المسلمين وما وأثر ذلك في درء الفتن ومدافعة الفتن. لا شك أن الفتن تجري من أول الخليقة، جرت على آدم عليه السلام وزوجه، وجرت على بني آدم، ولا تزال تجري وتكثر في آخر الزمان. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. الفتن تجري، وكما سمعتم في قراءة الإمام وفقه الله قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالله يجري الفتن ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه، الثابت على دينه، الصابر على ما يصيبه، من المنافق الكاذب الذي ينحرف عن دينه عند الفتن ولا يصبر ولا يثبت. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمنافق لا يثبت عند الفتن، لأنه ليس في قلبه إيمان يثبته، وإنما تظاهر بالإسلام لمصالحه الدنيوية. فإذا جاءت الفتن فإنه ينكشف أمره ويفتضح سره، وهذه هي الحكمة من الله أن يجري الفتن من أجل أن يتميز هذا من هذا، ولا يبقى الناس على حالة واحدة، لا يعرف المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فكانت الفتن تأتي وتتجدد، وعندها يثبت أهل الإيمان وأهل الصدق حتى تنجلي ويأتيهم نصر الله وينكشف المنافق والكاذب الذي يريد مصالح الدنيا، فإذا انقبضت عنه مصالح الدنيا ترك دينه الذي تظاهر به.
هذه حكمة الله جل وعلا. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتن تجري وتكثر في آخر الزمان كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تكثر الفتن وتكون كقطع الليل المظلم في آخر الزمان. ولكن ما النجاة منها؟ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتماع المسلمين تحت قيادتهم وتحت سلطانهم ولزوم جماعة المسلمين. من أعظم ما يقي من الفتن بإذن الله لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره صلى الله عليه وسلم عن جريان الفتن أنه جاء خير ثم يأتي بعده شر ثم يأتي خير ثم يأتي بعده شر. وفي آخره في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم دعاة يكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال حذيفة يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فدل هذا على أن لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين من أسباب الوقاية من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أمر الله جل وعلا بالاعتصام بحبله وهو القرآن والسنة النبوية. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرق عذاب، الفرقة عذاب، والاجتماع رحمة. ثم ذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كانوا في الجاهلية متفرقين متعادين متقاطعين، يقتل بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا وينهب بعضهم أموال البعض، هذه حالتهم في الجاهلية في فوضى، لأنه لا قيادة تجمعهم ولا جماعة تضمهم، كانوا متفرقين كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها، والقوي يأكل الضعيف والضعيف ليس له مناصر، ليس له مناصر لأنه ليس فيه إمام ولا ولي أمر يشتكي إليه، وكل قبيلة تعتدي على القبيلة الأخرى، حتى نفس القبيلة يعتدي بعضها على بعض، أبناء العم يعتدي بعضهم على بعض، هذا مجتمعهم وعيشتهم في الجاهلية. وكانوا على عقيدة باطلة، يعبدون الأصنام الأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. العقيدة عقيدتهم الشرك، وفي الاقتصاد يأكل بعضهم بعضا، ليس لهم موارد مالية وإنما على الغارات فيما بينهم، كل يغير على الآخر. وفي الاجتماع متشتتون ومتفرقون ومتعادون ومتقاطعون فيما بينهم. وفي المآكل والمشارب يأكلون الميتة والدم ويشربون الخمور، يشربون الخمور، يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، هذه حالتهم الاقتصادية، ليس لهم رابطة تجمعهم. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وترك الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، استجاب له من استجاب منهم، توحدت كلمتهم وتألفت جماعتهم وصاروا تحت قيادة واحدة هي قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتم الله عليهم نعمته، اذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، نقلهم من الفوضى والجاهلية والشرك إلى الإسلام بما فيه من الخير العظيم، ذكرهم الله بذلك وحذرهم من التفرق، عد إلى تفرق الجاهلية إبقاء على وحدتهم وعلى دولتهم وعلى جماعتهم. الاجتماع خير إذا كان على حق، على دين صحيح فهو خير، والفرقة عذاب، ذكرهم الله بذلك وحذرهم من ضده. وفي آية أخرى بين الله سبحانه وتعالى بماذا يحصل الأمن بعد الخوف والاطمئنان، فقال سبحانه وتعالى
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الذي جمعهم: عبادة الله وحده وترك الشرك. كلمة لا إله إلا الله هي التي جمعتهم، جمعت القبائل المتناحرة، جمعت العرب والعجم، جمعت سلمان وبلالا وصهيبا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، جمعتهم إخوانا متآلفين متحابين مع اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم واختلاف قبائلهم وشعوبهم، جمعتهم كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في آية أخرى قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنه عزيز حكيم هو الذي ألف بين قلوبهم بكلمة التوحيد، توحيد العبادة والألوهية، بدل أن كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار متفرقين في عباداتهم صاروا يعبدون إلها واحدا وربا واحدا هو الله جل وعلا الذي خلقهم ورزقهم. فالله جل وعلا جمعهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك والبدع والمحدثات. ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على البقاء على هذه النعمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاث تجمع الناس كلهم: الأولى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، العقيدة، ولا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تجعلون القرآن والسنة هما إمامكم الذي ترجعون إليه عند الاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. الخلاف يحسن بالرجوع إلى الكتاب والسنة.
ولا يحكم بالعادات والتقاليد والعوائد القبلية والقوانين الوضعية والنظم البشرية، إنما الذي يحكم الخلاف ويؤلف بين القلوب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذه سنتين. الثالثة: تناصح من ولاه الله أمرك. والمناصحة معناها السمع والطاعة لولي الأمر، هذا من المناصحة، السمع والطاعة لولي الأمر أمر المسلمين، وكذلك القيام بالأعمال التي توكل إلى الموظف والمسؤول، هذا من مناصحة ولي الأمر، القيام بالأعمال الوظيفية على الوجه المطلوب التي وكلها إليك ولي الأمر، هذا من النصيحة. أما الذي يغش في وظيفته ولا يقوم بالأعمال، هذا غاش لولي الأمر وللمسلمين. أن تناصح من ولاه الله أمر، وكذلك من المناصحة لولي الأمر إيصال النصيحة إليه، لأنه بشر يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يبين له، يحتاج إلى من يبلغه للأمور التي فيها خطر على الأمة، فيبلغ بذلك حتى يحسمها ويعالجها. وله ما يعلم الغيب ولا يدري، فلا بد من مناصحته أيضا في ما يصلح الأمور ويدفع الضرر. ومناصحة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث الآخر لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فهموا أن أجله قريب، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. لأن من عادة المسلم أنه يوصي عند وفاته أو قرب أجله، يوصي من خلفه بتقوى الله، بصلاح الأمور، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، هذا أول شيء، هذا إصلاح العقيدة، تقوى الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. بعد تقوى الله السمع والطاعة لمن والله الله أمركم. السمع والطاعة لكن بالمعروف، أما المعصية فلا يجوز طاعة المخلوق، لا ولي الأمر ولا غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة المعروف، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية لا نطيعه بذلك ونناصحه، لكن ليس معنى ذلك أننا نخرج عليه، بل نترك المعصية ولا نطيعه فيها، لكن نطيعه في بقية الأمور التي ليس فيها معصية نطيعه فيها، لأجل أن تستقيم الأحوال. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان، لأن العبرة ليست بشخصه وإنما العبرة بمنصبه. وإن تأمر عليكم عبد فلا تحتقروا ولي الأمر أو تتكلموا فيه بما يخل بطاعته، انظروا إلى ولايته لا تنظروا إلى شخصه. وإن تأمر عليكم عبد، ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يحذره على الأمة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف بين الناس في الآراء والأفكار، وهذه طبيعة البشر،
اختلاف طبيعة البشر، ما نقول ما يحدث اختلاف، يحدث اختلاف طبيعة البشر، ولكن الاختلاف يحسم، الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فعليكم بسنتي، والمراد بسنة الرسول طريقته وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الذين يتولون الأمر. ما نقول مات الرسول خلاص كل بهواه، لا، نتبع ولاة الأمور من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، خلفاء الرسول ولاة الأمور المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تأكيد بعد تأكيد، تمسكوا بسنة الرسول وسنة الخلفاء من بعده، خلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الغريق إذا كان في الماء واللجة ومعه حبل، ما له نجاة من هذا الغرق إلا إذا تمسك بهذا الحبل، ما فيه وسيلة غيره، لو أطلق الحبل غرق. فشبه الناس عند الفتن بالغريق الذي في لجة البحر، وش اللي يتمسك به؟ يتمسك بالحبل ولا يغرق. كذلك الفتن مثل أمواج البحر والعياذ بالله، مش اللي ينجي منها الحبل، حبل النجاة. ما هو حبل النجاة؟ حبل النجاة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول هي حبل النجاة. اعتصموا بحبل الله جميعا، حبل كتاب والسنة هما الحبل، حبل النجاة. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، البدع والخرافات المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها تهلك من اتبعها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم، هذا تحذير، تحذير شديد، دل على أنه سيكون هناك بدع ومحدثات وناس يدعون إليها ويزينونها للناس ويزهدونهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابتلاء وامتحان. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة في الدين ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهي بدعة، فهي بدعة، وإن سماها أهلها أنها سنة وأنها خير وأنها، هي بدعة. وكل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة. الذي يقول هناك بدعة حسنة هذا مخطئ، ليس هناك بدعة حسنة، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، فدل على أنه ما فيه بدعة حسنة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، مآلها إلى النار والعياذ بالله. ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لا نجاة إلا بذلك، مهما قيل ومهما كل كذب وبهتان، ما في نجاة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، لأنهم ساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيوه تمسكوا به. فأعظم من يمثل أعظم من يمثل المتمسكين بالسنة هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال والله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. بعد الخلفاء الراشدين بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القرن الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متمسكين تماما بالكتاب والسنة، فنقتدي بهم وناخذ طريقهم ونسير على منهجهم حتى ننجو من الفتن، وإلا فالفتن جارفة وتزداد في كل عصر، وكل ما تأخر الزمان تكثر الفتن إلى أن تقوم الساعة وتعظم في آخر الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي فتن شديدة فتن عظيمة تأتي في آخر الزمان، من لم يتمسك بالكتاب والسنة انجرف وهلك. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا، نادانا نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر منكم أي من المسلمين، ولي الأمر المسلم وأولي الأمر منكم، هذا مما يعصم من الفتن، طاعة الله أولا ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم طاعة ولاة أمور المسلمين وأولي الأمر منكم. ولما كان لا بد يحصل اختلاف وجهات نظر هذه طبيعة البشر، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتاب الله، والرسول بعد وفاته إلى سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عليكم بسنتي في حياته يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته يرجعون إلى سنته عليكم بسنتي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي لا يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله في حل النزاعات والخصومات والاختلافات هذا ليس بمؤمن. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يوم القيامة ذلك خير، أي الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومآلا. أما الذي يرجع إلى غير كتاب الله وإلى سنة رسوله ويرجع إلى القوانين الوضعية والعادات القبلية وإلى آخره فهذا يهلك ويضل، ولا يحل الخلاف أيضا، ما يحل الخلاف إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا شيء معروف ومفروغ منه ومجرب أيضا، ذلك خير وأحسن تأويل. هذه وصية الله جل وعلا لنا،
إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فاجتماع الكلمة يكون بهذه الأمور: أولا إصلاح العقيدة، ما دام الناس على الشرك وعلى البدع والمحدثات فلن تصلح أمورهم ولن تحل مشاكلهم، بل تزيد مشاكلهم كما كانوا في الجاهلية، كما كانوا في الجاهلية. أولا إصلاح العقيدة. ولهذا الرسل كلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأون الدعوة بإصلاح العقيدة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول ما يدعون إلى العقيدة، لأنها هي التي تصلح المجتمع، وهي التي تجتمع عليها القلوب، تتآلف عليها القلوب. عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، والمرجع عند الاختلاف هو الكتاب والسنة في كل وقت وفي كل زمان في كل جيل. ما يحل المشاكل إلا هذه الأمور: طاعة الله، طاعة رسوله، طاعة ولاة أمور المسلمين، الرجوع عند النزاعات والاختلافات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي التي تنجي من الفتن. ولا يصلح الناس بدون جماعة، ولا يصلحون، والجماعة لا تستقيم إلا بولي أمر. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لازم يكون لهم قيادة، والقيادة هي ولاة الأمور، فلا بد من الاجتماع وعدم التفرق. والاجتماع لا يتحقق إلا بولي أمر يجتمع الناس عليه، لا بد من هذا. ولا يستقيم ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. لا خير إلا في الجماعة، ولا جماعة بدون قيادة، ولا قيادة بدون سمع وطاعة، لا بد من هذا. لذلك اجتماع الكلمة لا يحصل إلا بقيادة وولاة أمور يسوسون الناس وينهون المشكلات ويحلون المعضلات بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله. فتحكيم الشريعة هو الذي يصلح الناس وينهي الخلافات ويؤلف بين القلوب ويقنع الناس. ما يقنع الناس إلا الكتاب والسنة، مهما حاولت في الأنظمة والقوانين والعادات ما تقنع الناس، لأنها أرى رجال مثلهم. أما الكتاب والسنة فهو هذا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كلام لأحد بعد الكتاب والسنة. ولا يعترض على الكتاب والسنة إلا كافر أو منافق. أما المؤمن مهما كان، ولو إيمانه ضعيف، ولو فاسق وعاصي، هو يقتنع بالكتاب والسنة ما دام أنه مؤمن، يقتنع بالكتاب والسنة، فلا يرضي الناس ولا يحل مشاكلهم ولا ينهي خلافاتهم إلا بقيادة صالحة وبمرجع صالح. القيادة الصالحة ولأمر المسلمين. ولا نقول أنه لا بد يكون كامل ما عليه ملاحظات ولا يقع منه خطأ، لا، الإنسان بشر،
إنسان بشر، لكن ما دام أنه مسلم لم يخرج من الإيمان فإنه تجب طاعته. السمع والطاعة ما هو علشانه، علشان شان المسلمين. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فولي الأمر ما يكون معصوم، يكون عنده خطأ، يكون عنده بعض الأمور التي لا تصل إلى، ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من ولاة الأمور في آخر الزمان من المخالفات، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم يعني نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يصلون وعقيدتهم سليمة فإنهم تجب طاعته ولو كان عندهم معاصي ومخالفات لأجل اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة والصف. ولهذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأصيب المسلمون بوفاته عليه الصلاة والسلام، ما اشتغلوا في تجهيزه تغسيله وتكفينه والصلاة عليه إلا بعدما أقاموا الخليفة من بعده، اجتمعوا وتشاوروا وانتهى أمرهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فنصبوه خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اتجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا يدل على أهمية ولاة الأمور، أنه لا يجوز أن تمضي ساعة أو يوم أو شهر بدون ولي أمر للمسلمين، لأنه إذا لم يكن هناك ولي أمر للمسلمين يتفرقون ويظلم بعضهم بعضا ويتسلط عليهم العدو من الخارج، فولي الأمر يدفع الله به عن المسلمين، لأن المسلمين يجتمعون عليه ويكونون جماعة واحدة فتتحقق لهم المصالح وتتحقق لهم الأمن. ولي الأمر يمنع الظلمة عن ظلمهم ويؤدي الحقوق إلى مستحقيها ويقيم الحدود، يقيم الحدود التي تردع المجرمين، يقيم الحد على المرتد عن دين الله، يقيم الحد القصاص على القاتل عمدا عدوانا، يقيم يقطع يد السارق، يقيم حد الزنا على الزاني، يقيم حد الزنا على القاذف، يقيم حد الحرابة على قطاع الطرق. فبذلك يأمن المسلمون على دمائهم وأموالهم ومحارمهم، هذا ما يتحقق إلا ولي أمر من المسلمين ينفذ هذه الأمور. أما إذا لم يكن لهم ولي أمر فمن الذي يقوم بهذه الأمور؟ كذلك ولي الأمر يقيم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين حتى يرتدع العصاة والمجرمون، فولي الأمر له مصالح عظيمة عظيمة جدا. ولا يتم ولي أمر إلا بالسمع والطاعة، ما يتم إلا بالسمع والطاعة له، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم أي من المسلمين، طاعتهم بعد طاعة الله وطاعة رسوله، تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء. والشيء الثاني
أن يكون الحكم بالشريعة، أن يكون الحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بالشريعة كتابا وسنة هو الذي ينهي الخلافات ويقنع الناس ويضمن الحقوق لمستحقيها ويردع الظلمة. لن تتم هذه الأمور إلا بولي أمر، بولي أمر من المسلمين، وإلا من الذي يحكم الشريعة؟ من الذي يقيم الحدود؟ من الذي يقيم الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من الذي يقيم علم الجهاد؟ من الذي يقيم علم الجهاد ضد الأعداء والكفار؟ إلا ولي الأمر، هذه صلاحياته، هذه ما تحصل المصالح ذي إلا بولي أمر ينصبه المسلمون. فلا شك ولا ريب أنه لا تتم للمسلمين مصالحهم الدينية والدنيوية إلا بولي أمر، ولا يحصل ولي أمر إلا بالسمع والطاعة بالمعروف هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح، ثم نعلم أن هذه المقاصد وهذه الأمور ما يكفي فيها محاورة أو كلمة، أو إنما هذا تذكير فقط، لكن ما تعرف تماما إلا بالدراسة، إلا بدراسة العقائد الصحيحة المؤلفة لأهل السنة والجماعة، دراستها دراسة صحيحة وتفهمها تفهما صحيحا، والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل، سؤال أهل العلم. الدراسة والتعلم لا يكون إلا على أهل العلم المعروفين به، وإلا يكون ضلالا. الذي تعلم على نفسه أو على كتابه أو على جاهل مثله أو متعالم، هذا يكون ضلالا ويكون جهلا لا علما، يكون ضلالا لا هداية ويكون جهلا لا علما. لذلك الخوارج إنما هلكوا بسبب أنهم لم يأخذوا العقيدة والفقه على أهل العلم، وإنما تعلم بعضهم على بعض، تصروا على فهمهم هم فظلوا والعياذ بالله، وظلوا. قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأمر بقتلهم دفعا لشرهم عن المسلمين هذا. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما قلتم. سماحة شيخنا، هنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، نعرض منها ابتداء ما يتعلق بالمحاضرة، فإن بقي ثم وقت فإن رأيتم أن نستعرض بعض الأسئلة التي يطلب أصحابها الإجابة عليها فيما يتعلق بقضاياهم الفقهية. نعم. هنا في هذا الوقت هناك طرح يطرح عبر كثير من وسائل الإعلام، كما تفضلتم قبل قليل يا سماحة الشيخ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والتحذير من الباطل والسعي في جمع الكلمة، كل هذه أمور من أسباب وحدة المسلمين. ولكن هناك دعوة جديدة يقوم بها مجموعة من الناس
في بعض وسائل الإعلام يقولون إن الحفاظ على نسيج المجتمع وإن كان بينه من التباين ما يكون أهم من بيان الحق والتحذير من الباطل. هذا كلام متناقض يبطل آخره أوله، لأن نسيج المجتمع ونسيج المسلمين لا يقوم إلا على أصول صحيحة، ما يقوم بدون الأصول التي جاء بها الكتاب والسنة ودونها علماء الإسلام في كتب العقائد توحيد، ما يحصل اجتماع إلا بها. اعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله ولا تفرقوا، ما قال اجتمعوا ولا تفرقوا، بل قال اعتصموا بحبل الله، حبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يحصل الاجتماع والنسيج المجتمع إلا على الكتاب والسنة مهما قالوا، ولا يصلح هذا إلا بإصلاح العقيدة، هي أهم شيء. الخلاف في العقيدة ما يتسامح فيه، لكن الخلاف في الأمور الفرعية والفقهية قد يكون أسهل، لكن الخلاف في العقيدة لا، هذا ما يجوز التسامح فيه، لأنه ما يحصل معه الاجتماع أبدا. لا يحصل الاجتماع بين مشرك وموحد، لا يحصل الاجتماع بين السني ومبتدع، ما يحصل هذا أبدا مهما حاول. نعم، جزاكم الله خيرا. وهنا ورد أكثر من سؤال من أشخاص يذكرون أنهم يعيشون في بعض بلاد المسلمين التي لا تحكم فيها الشريعة، وبعضهم يعيش في بلاد غير المسلمين. نعم. وبعضهم يعيش في بلاد غير المسلمين، فهم يسألون يقولون كيف تكون الطاعة؟ هؤلاء عليهم أن يكونوا، إذا كانوا في غير بلاد المسلمين، أن يكونوا لهم مركزا إسلاميا ويرجعون إليه، ويكون فيه من فقهائهم ومن علمائهم ومن أهل الخير فيهم من يحل مشاكلهم، فيكون لهم اجتماع ومركز إسلامي كما هو موجود والحمد لله في البلاد الأخرى، فيها مراكز إسلامية يرجع إليها وتنهي كثيرا من المشاكل. أما الذي في بلاد إسلامية فعليه أن يتقي الله ويفعل ما يستطيع ويناصح ويدعو إلى الله ويناصح ولاة الأمور، ولعل الله أن يصلح الأمور فيما بعد. نعم. هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر، وهو أن بعض المسلمين يقولون أنهم يؤذون في بلادهم فيتجهون إلى أوروبا أو إلى أمريكا، ويقولون نجد هناك من الحرية ما نستطيع به أن نقيم شعائر ديننا دون أن نجد الأذية. نعم، هذا شيء حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ضايق المشركون أهل الإسلام في مكة ومنعوهم من مزاولة شعائر دينهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وكانت بلادا نصرانية، ولكن فيها ملك عادل نصراني، هو نصراني لكنه عادل لا يظلم أحد عنده، فهاجروا فرارا بدينهم. هذه الهجرة الأولى، هاجروا فرارا بدينهم ارتكاب أخف الضررين لدفع أعناهما. فإذا كان أنك محتاج إلى أن تذهب إلى بلاد كافرة لكن فيها عدل لأجل تقيم دينك فيها، ولا يوجد بلاد إسلامية فتهاجر، أولا لا بد من الهجرة إلى بلاد الإسلام إذا أمكن، ولا يجوز تروح البلاد الكفر.
إذا أمكنت هاجر إلى بلاد الإسلام هذا واجب، إذا لم يمكن ليس هناك بلاد إسلامية فعلى الأقل تذهب إلى بلاد كافرة لكن يمكنونك من مزاولة شعائر دينك ولا يضايقونك من باب دفع أعظم الضررين بارتكاب خفهما. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول الطاعة، طاعة ولي الأمر المسلم في أمر مباح أو أمر مكروه كيف تكون؟ هو المكروه من النوع المباح، المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب تاركه، والمباح هو ما تساوي الطرفين، متساوي الطرفين، لا ليس فيه كراهة وليس فيه مدح، إنما هو متساوي الطرفين. فما دام أنه لم يصل إلى الحرام، الأمر الحرام لا يجوز الطاعة فيه، أما الأمر المكروه فقط هذا لا مانع من ارتكابه لأنه مباح والكراهة تزول عند الحاجة. لاحظوا الكراهة تزول عند الحاجة والتحريم يزول عند الضرورة، التحريم لا يزول إلا عند الضرورة، ما يرتكب إلا عند الضرورة، أما المكروه فيرتكب عند الحاجة ولو لم يكن هناك ضرورة. نعم جزاكم الله خيرا. وماذا عن الأمور المختلف فيها؟ لو كان طالب علم ويرى أن هذا الأمر محرم ثم جاء نظام من ولي الأمر والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرون الإباحة وبعضهم يرى التحريم، وولي الأمر أخذ بالأمر الذي يرى الإباحة، إذا كان الأمر المخالف، إذا كان الأمر المخالف مخالفا للكتاب والسنة فلا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، أما إذا كان الرأي المخالف لا يصل إلى مخالفة الكتاب والسنة فالأمر فيه واسع. الله جل وعلا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أول شيء علينا نرد إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا له وما خالف تركناه، هذه هي القاعدة التي وضعها الله لنا نسير عليها في كل زمان وفي كل مكان. نعم إذن هل يرتفع الخلاف في هذه الحالة إذا كان الأمر يعني قابل للاجتهاد؟ إذا كان قابل للاجتهاد ولم يترجح أحد القولين، إذا ترجح أحد القولين فنأخذ بالراجح بالدليل ونترك المرجوح المخالف للدليل، أما إذا كان الأمر لم يتبين خلاف فقهي لم يتبين الدليل مع من فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، أي رأي لا يخالف الدليل ولم يظهر لك مخالفته للدليل أخذت به وهو قول من أقوال العلماء لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا. فإذا أخذ ولي الأمر برأي لا يخالف الدليل لم يظهر، أخذ ولي الأمر برأي لم يظهر مخالفته للدليل فإنه يطاع في هذا حسما للخلاف. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول تغيير المنكر هل يكون قاصرا على العلماء أم أن طلبة العلم كذلك من الأئمة والدعاة ونحوهم يجب عليهم تغيير المنكر الظاهر مثل ما يكتب في بعض وسائل الإعلام أو تبرج النساء أو نحو هذا؟ هذا فصله الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان من رأى المنكر عنده سلطة وعنده علم، سلطة وعلم يغير باليد، إذا كان من رأى المنكر عنده علم وليس عنده سلطة يغير باللسان، يقول هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا منكر، يبين باللسان وينصح ويعظ ويذكر. إذا كان ما عنده سلطة ولا عنده علم وهو مسلم ينكر بالقلب، ينكر بالقلب ويبتعد عن محل المنكر وأهل المنكر. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول
طالب العلم إذا كان في بلده لكنه يخشى على نفسه الفتنة مما في بلده من فتن، فيهاجر إلى المملكة العربية السعودية حفظها الله ليطمئن على دينه، رغم أن الناس في بلاده في أشد الحاجة إليه. لا، إذا كان طالب العلم يحتاجه المسلمون في البلد الآخر فإقامته عندهم أفضل، يقيم عندهم، يدعوهم إلى الله ويبصرهم في دينهم، إقامته عندهم هي مصلحة راجحة، وهي الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين هناك أرجح من هجرته إلى بلاد السعودية. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول الشاب المسلم، ما نصيحتكم له حيال هذه الفتن، فتن الشهوات التي يراها في القنوات الفضائية، وإذا خرج إلى الشارع وجد النساء المتبرجات؟ نصيحتكم جزاكم الله خيرا. نصيحتنا أنه يبتعد عن القنوات الفضائية التي فيها فتنة، لا يفتح عليها ولا ينظر فيها، يسلم من شرها. وأيضا إذا خرج للشارع لا ينظر إلى النساء المتبرجات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يتجنب الفتنتين: النظر في الفضائيات الفاتنة والنظر إلى النساء الفاتنات. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هناك بعض أهل البدع يقومون باستخدام بعض وسائل الإعلام فيطعنون في علماء أهل السنة والجماعة وفي ولاة الأمر، يقول: وقد سمعت هذا بنفسي من بعضهم، وكيف توجهون الناس تجاه هذه الوسائل التي تبث كلام هؤلاء الناس؟ لا شك أن يكون هناك دعاة إلى الضلال، دعاة إلى جهنم كما في الحديث، يوجدون في كل زمان ومكان، ابتلاء وامتحان للعباد، ليحيى من حي، ليهلك من هلك، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، هذا من باب الابتلاء والامتحان. فليس هذا بغريب أنه يوجد دعاة ضلال في القنوات، ومن يسب المسلمين ويتنقص المسلمين، ما هو بغريب هذا. لكن علينا إن كنا من أهل العلم أن نرد على هؤلاء ونبين عوارهم ومخازيهم ونفضحهم في نفس القنوات، نطلب من القنوات أن تعطينا فرصة نتكلم مثل ما يتكلم هؤلاء ونرد عليهم. أما الإنسان العامي والإنسان اللي ما عنده إمكانية علم يرد بها، فلا يفتح على هذه القنوات أصلا، يغلقها. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل كذلك عن الفرق، يقول: كثير من الفرق، بل إن لم تكن كل الفرق، يدعون أنهم يتبعون الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يقولون: نحن نتبع الكتاب والسنة، فما الفرق بين اتباع أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق؟ ليس العبرة بالدعوة، كل يدعي، ولكن العبرة بالحقيقة. العبرة بالحقيقة، نازل كلام هؤلاء وكلام هؤلاء، نازله بالكتاب والسنة، فالموافق للكتاب والسنة هو الحق، والمخالف للكتاب والسنة هو الباطل. ما فيه إلا أحد القسمين، إما حق وإما باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. عندنا الميزان ولله الحمد، الكتاب والسنة، نعرض ما قال هذا وما قال هذا على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وإن قال صاحبه إنه حق. فالإنسان اللي عنده علم يعرض على الكتاب والسنة أقوال الناس ويميز بينها، اللي ما عنده علم يسأل أهل العلم
يقول فلان قال كذا وفلان قال كذا أيهما الصحيح؟ يسأل أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، ولا يبقى متحيرا. نعم، جزاكم الله خيرا. كذلك في وسائل الإعلام كثير منهم يكتب ويقول نحن نتبع الكتاب والسنة، إلا أنك لا تستطيع أن تلزمني بفهمك للكتاب والسنة، لك فهمك ولفهم. نقول نحن ما نلزمك بفهمنا، نحن نلزمك بما يدل عليه الكتاب والسنة. خلنا نتجرد أنا وأنت ونعرض رأي ورأيك على الكتاب والسنة، فأيهما يشهد له الكتاب والسنة أنا ولا أنت فهو الحق إنصاف يعني. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نقول له تعال أنا مسلم وأنت مسلم وقد اختلفنا، أنت تقول كذا وأنا أقول كذا، والمسلمون يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تعال نعرض ما عندي وما عندك، ما هو فكري ولا فكرك، نعرض ما عندنا على الكتاب والسنة، فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الخطأ. فإن كان عنده إيمان سيوافق، أما إن كان متعصبا ومعاندا فليس فيه حيلة، اتركه ولا تجادله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول إنه شاب استأذن والديه في الذهاب إلى الجهاد فأذنا له، يقول فبما تنصحني يا سماحة الشيخ؟ أن تبع ولي أمر، الجهاد ما يكون إلا بإذن ولي الأمر، أما أنك تخرج من طاعة ولي الأمر وتذهب للجهاد بدون إذن منه هذا لا يجوز، حتى لو أذن لك والدك، والدان يمكن جاهلان ما يدريان ما يعرفان، فلا بد من إذن ولي الأمر، ثم إذا أذن ولي الأمر فلا بد من استئذان الوالدين، لا يعني هكذا بالترتيب، أولا إذن ولي أمر المسلمين، ثانيا إذا أذن ولي الأمر حينئذ تستشير والديك تستأذنهما. نعم، نتوقف الأذان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المناصحة لولي الأمر هل تكون من كل أحد وكيف تكون؟ مناصحة لولي الأمر تكون ممن عنده علم، يعرف الخطأ من الصواب ويعرف الصحيح من غير الصحيح، علم يكون من عالم. أما العامي فيناصح، لكن عمومات، ناصح ولي الأمر يعني بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمور مجملات واضحة لكل أحد. أما الأمور الدقيقة، التحليل والتحريم والأمور الدقيقة، هذه تحتاج إلى عالم. نعم، جزاكم الله خيرا. كذلك يسأل يقول: هناك من يقع في ولاة الأمر متتبعا بعض أخطائهم، فما توجيهكم له؟ هذا يجب أنه يتتبع أخطاءه هو أولا، لأنه مكلف بنفسه أول شيء، يصلح نفسه أولا. فإذا أصلح نفسه أولا من الأخطاء، فإنه ينظر في أخطاء إخوانه المسلمين فيناصحهم. ولي الأمر غيره عليه يبدأ بنفسه أولا. ونصيحة ولي الأمر لا تكون فوضى، وتكون في المجالس وفي خطب الجمعة، وفي ما تكون كذا. نصيحة ولي الأمر توصل إليه، إما أن توصلها أنت وتخاطب ولي الأمر، وهذا ما في شك هذا هو الأصلح. وإذا كنت ما تستطيع ترسلها مع أحد أو ترسلها بالبريد لتصل إليه، تكون سرية، ما تكون نصيحة ولي الأمر علانية، لأن هذا يفسد الأمر ويجعل الناس فوضى ويتكلمون بدون، وينحل زمام الأمر بالمعروف، زمام السمع والطاعة بهذه الطريقة. الخوارج ما حصل منهم ما حصل إلا بهذه الطريقة، ما حصل الخروج على عثمان رضي الله عنه ونهاية قتله رضي الله عنه في الشهادة إلا بالكلام بالمجالس، حتى ألب الناس عليه الخبيثة ابن سبا، ألب الناس على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالس، فما أجدى إلا شر. أما لو تذهب إلى ولي الأمر وتوصل له النصيحة كيف هذا؟ إذا وصلت النصيحة أنت برأت ذمتك، والغالب أنها تنفع بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: إنه ذهب إلى البنك لاستخراج بطاقة فيزا، وقال له الموظف إنها مجازة من الهيئة الشرعية. قال: وبعد أن استلمت البطاقة اتضح لي أنها ليست مجازة، وأنها بطاقة ربوية، وأنا الآن لا أملك قيمتها لأردها إلى البنك، وهو 15,000 ريال، فماذا أصنع؟
أخطأت. كان سألت قبل، هم تقول يقولون الناس أنها مجازة يقولون كذا، ما تأكدت أنها مجازة من أهل العلم، سألت أهل العلم، ما هو المتعالمين والجهال، سألت أهل العلم الصحيح أهل الفتوى قبل أنك تدخل للموضوع. أما الآن وقد تورط، عليك أنك تعمل الخلاص منها بأي طريقة، تعمل الخلاص منها ولا تعمل بها ولا تستعملها، ولو ضاع عليك ما ضاع الحمد لله يخلف الله، لو ضاع عليك ما ضاع لا تستعملها، وانت على أنها ربا وأنها حرام لا تستخدمها، ولو أنك خسرت شكوى إلى الله، أنت اللي يخطأ. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: هناك من يعالج بالرقية، فإذا جاءه المريض أمره أن يردد بعض الأذكار أو الأدعية بأعداد معينة، وبعضهم يستخدم ترديد أسماء الله الحسنى، فإذا جاءه المريض يشكو من أذنه يقول ردد اسم السميع، وإذا جاء يشتكي من سمع من بصره يقول ردد اسم البصير، وهكذا. هذا لا دليل عليه، الرقية ليست هكذا، الرقية يقرأ على المريض من القرآن، الفاتحة هي أعظم شيء في الرقية، سورة الفاتحة يقرأها وينفث على المريض محل الإصابة، يقرأ الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ ما تيسر من الآيات التي فيها الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. أما أنه يقول افعل كذا وبعدد كذا، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: إنه مندوب مشتريات في شركة، والشركة عندما تشتري البضاعة من الصين يقول: تعرض علي بعض الشركات نسبة من كل صفقة أقوم بها، فهل هذا جائز؟ لا، ما دام أنك موظف عند الشركة وتحضر لها البضائع من المصانع ومن الشركات الخارجية، أنت وسيط، أنت وسيط بين الشركة وبين المنتجين، فلا تأخذ شيئا إلا راتبك المخصص لك. إن أخذت شيئا من الشركة المنتجة أو البائعة فهذه رشوة، حرام ولا تجوز. نعم، وماذا عن بعض الشركات تقول للمندوب: إن أعطتك الشركة شيء فخذه؟ لا، ما يجوز هذا، ما تجيز الرشوة، الشركة ما يعني ما تجيز الرشوة المحرمة. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل، الشركة هي اللي تحلل الرشوة. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ذكرت حفظك الله أن لا بدعة حسنة، وبعض الناس يستشهد بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة تلك. ماذا يعني عمر؟ يعني صلاة التراويح خلف إمام واحد، وصلاة التراويح سنة وليست ببدعة، صلاة التراويح سنة وليست ببدعة والحمد لله. فهو يقصد صلاة التراويح، ويرد على من يقول إنها بدعة، يقول إنها سنة، نعمة اللي تسمونها بدعة، نعمة اللي تسمونها بدعة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إنه نطق بكلمة كفر والعياذ بالله حال غضب، فكيف يصنع؟ إذا كان إنه حال غضب ولا يتصور ما يقول فليس عليه شيء، لأنه غير مكلف. الغضب الشديد اللي ما يتصور الإنسان ما ينطق به لا يؤاخذ عليه، لأنه لم يصدر عن اختيار منه، إنما صدر عن إغلاق، إغلاق يعني غضب شديد، فلا يؤاخذ عليه إن شاء الله. على كل حال الاستغفار طيب، استغفر الله وإن شاء الله ما هنشي. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: عليه دين ولديه مال تجب فيه الزكاة، فهل يعطي أهل الدين حقهم أولا أم يخرج الزكاة؟ إذا حال الحول وعنده مال تم عليه الحول ولم يسدد منه الدين حتى حال الحول، يزكي المال الموجود عنده. أما إذا سدد الدين قبل حلول الحول حينئذ ما عليه زكاة،
الذي سدد، لا ليس عليه زكاة في الذي سدده، يسدد ويزكي الباقي، يزكي الباقي عنده إن بقي شيء. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هناك رواية تقول لا يرقون، فهل هي صحيحة؟ نعم هي صحيحة، أما حديث لا يسترقون هذه هي اللي ما هي صحيحة، لا يسترقون لا يرقون هذه هي الصحيحة. لا الحديث جاء هكذا، هو قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم من هم 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون، هذه هي اللي ما هي صحيحة، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللي ما هي صحيحة لفظة لا يسترقون، لفظة لا يسترقون، لأن الاسترقاء طلب الرقية من الناس في حاجة إلى الناس، فيكون يد للمخلوق فيترك هذا ويستغني بأنه يعتمد على الله عز وجل ولا يطلب الرقية من الناس استغناء بالله سبحانه وتعالى، لأن السؤال مكروه، سؤال الناس مكروه، إلا عند الضرورة فهو مباح، لكن عند غير الضرورة مكروه، لأن فيه ذلة للمخلوقين. فكلمة لا يسترقون لم تثبت عن الرسول، الثابت لا الثابت أنه قال لا يرقون لا يسترقون، الثابت أنه نفى الاسترقاء قال لا يسترقون، وأما لا يرقون هذه غير صحيح. نعم جزاكم الله خيرا. لفظتين، لفظة لا يسترقون هذه هي الصحيح، لأن معناه أنهم يتركون الرقية، طلب الرقية من الناس فلا يسألونهم، والاستغناء عن الناس مطلوب مهما أمكن، فكلمة لا يسترقون هي الصحيحة، وأما كلمة لا يرقون فهذه خطأ، لأن الرسول يرقي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يرقون. نعم وأذن بالرقية. نعم جزاكم الله خيرا. وهل يدخل في هذا التطبب؟ نعم طلب يعني الذهاب للطبيب للمعالجة. نعم إذا كان يستغني عن الطبيب فهو أحسن، وإن احتاج للطبيب فلا مانع. نعم تداووا، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، فالدواء التداوي مباح، تداوي مباح. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نأتي كل عام إلى المنطقة الغربية في انتداب، نمكث في جدة مدة شهرين، ثم نتردد بين الطائف ومكة وجدة، هنا 3 أيام وهنا 4 أيام وأكثر وأقل، فكيف تكون صلاتنا وهل نجمع ونقصر؟ إذا كنتم في البلد تسمعون الأذان، عندكم مسجد وتسمعون الأذان، صلوا مع المسلمين وأتموا الصلاة معهم، ولا تقولون حنا مسافرين تنعزلون عن المسجد علشان تدصرون، لا صلوا مع المسلمين وأتموا، إن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما إذا لم يكن عندكم مسجد وإقامتكم 4 أيام فأقل لكم القصر والجمع، إذا لم يكن عندكم مسجد قريب وإقامتكم أقل من 4 أيام فأقل فلكم القصر والجمع، لأن السفر لم ينقطع. أما إذا نويتم إقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لكم الجمع ولا القصر، لأنكم أصبحتم مقيمين وانقطع السفر. نعم جزاكم الله خيرا. الطريق على ما ذكرت، في الطريق تروحون للطائف وترجعون، في الطريق تقصرون وتجمعون، تقصرون وتجمعون في الطريق. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن حكم الظاهرة الأخيرة التي ظهرت في السنتين أو 3 سنوات الأخيرة، وهي ظاهرة التصويت لبعض الشعراء في القنوات الفضائية، وكل قبيلة تصوت لشاعرها.
هذا من أكل المال بالباطل، ومن إثارة النعرات بين القبائل، وإثارة النخوات بين القبائل، فيجب منعه، يجب منع هذا الشيء، لأنه يورث شرا بين القبائل وافتخارا. نهينا عن الافتخار بالأنساب والافتخار بالقبائل، نهينا عن ذلك، فالمسلمون إخوة. هذه من ناحية. ناحية ثانية، بذل الأموال في غير حق، الأموال والجوائز هذه لا تجوز، حرام، لأنها أكل للمال بالباطل. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل: إذا كان يطلب بر أمه ورضاها فيقبل قدمها، ما الحكم؟ لا معنى له إذا رأى أنه يقدم قدمها من باب البر والاستصغار لها فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول إنه يدير منتدى إسلامي كما يقول، وهذا المنتدى يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما توجيهك؟ هذا منه إسلامي، فالإسلام يمنع الاختلاط، فعليك أنك تمنع الاختلاط، لأن الإسلام يمنع من هذا، لا يكون إسلاميا وفيه اختلاط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول كأنه في بلد غير السعودية، يقول في القبور يضعون الميت، وبعد 6 أشهر ينبشون القبر ويخرجون الرفات منه. يقول: فقام أحد أقاربنا لما ماتت أمه ووضع طبقة من الإسمنت عليه على جسدها أو نحو هذا حتى لا ينبش القبر، فما الحكم؟ القبر لا يجوز ينبش، لأن الميت إذا وضع فيه يكون ملكا له، وقفا عليه، فلا يجوز أنه يخرج منه، صار خاصا به، مسكنا له إلى أن تقوم الساعة، فلا يجوز، هذا ظلم إخراج الميت من قبره، إلا إذا دعت الضرورة إلى هذا، كان على الميت ضرر أنه يداس أو ضربه طريق عام ويتضرر الميت، لا مانع من نقله إلى المقابر العامة. أما إذا مات بس يؤخذ حق الإنسان وميت آخر، ما يجوز، هو أحق من الميت الجديد، هو أحق من الميت الجديد، وأخذه منه ظلم، فيجب ترك المقبورين في قبورهم وعدم التعدي عليهم. أنت لو تجي واحد في بيته وتقول له اخرج أبسكن بيتك، يجوز هذا؟ ما يجوز هذا، ولا يقدرك عليه أحد، فكيف تخرج الميت من قبره تحط به ميت آخر؟ نعم، لا حق لك في ذلك، وسبقك إلى هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: بنت يتيمة ويريد أن يتزوجها، ويسأل يقول: هل يشملني حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة هاتين؟ اليتيمة إذا بلغت ما تصير يتيمة، تصير كبيرة، اليتم ينتهي بالبلوغ، إذا بلغت ما صارت يتيمة، صارت بالغة، ولا مانع أن تتزوجها إذا وافقت ورضيت بذلك، يكون بإذن وليها وعقد وليها، يعقد لها وليها، نعم، برضاها، يعقد لها وليها برضاها، مع وجود شاهدين عدلين. نعم. جزاكم الله خيرا. ونختم بهذا السؤال: أقبل رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغ الجميع هذا الشهر العظيم، وأن يعيننا على الصيام والقيام. فضيلة شيخنا، تتنافس بعض القنوات الفضائية في هذا الشهر بعرض كثير من الأحاجي والألغاز والمسلسلات ونحو هذا مما يشغل الناس ويجذبهم إلى هذه القنوات، فما توجيه سماحتك؟ هذا كيد للمسلمين وانتهاك للشهر، ألا يجوز لهذه القنوات إذا كانت مسلمة، لا يجوز لها هذا الشيء، لأن هذا إشغال للناس بالترهات والمضحكات وإشغالهم عن الطاعة والعبادة وتلاوة القرآن، ألا يجوز لهم هذا العمل، يجب مناصحتهم، يجب مناصحتهم، ويجب إبلاغ ولي الأمر ولاة الأمور عنهم، لأجل أن يمنعوا هذه الأشياء
التي تشغل المسلمين عن شهر رمضان. أما إذا كانت في بلاد